الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مسائية لكم أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مساء جديد ومتجدد من برنامجكم كالعادة الحدث الذي يأتيكم في اليوم الحادي عشر تزامنا مع الحدث الآسيوي، يغطي كل المحطات العربية والمحلية والعالمية، ويتواصل مع ضيوف هناك من قلب الحدث من خلال مراسلينا هناك. سيكون بإذن الله تعالى معنا خلال الدقائق القادمة من محطات اليوم الزميل أحمد الكعبي، سيطلعنا على كل التفاصيل المختلفة حتى الآن هناك وأجواء الحدث الآسيوي بالإمارات. وسيكون معنا أيضا محطات مختلفة من خلال عناوين الصحافة بكل تأكيد. أرحب بزملائي أحمد الكعبي هناك من المركز الإعلامي بأبوظبي، وسيوافينا الكثير من التفاصيل المختلفة رفقة ضيفة الكريم. أرحب بك زميل أحمد، يسعد مساك بكل خير، ويوم حادي عشر من الحدث الآسيوي، أكيد هناك تفاصيل مختلفة لهذا الحدث. مساء النور سرور أيمن، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. بكل تأكيد بأنه يوم جديد منتظر في نهايات كأس آسيا، وبالتحديد منافسات هذه المجموعة واللقاءات المنتظرة اليوم بين أستراليا وسوريا، وأيضا فلسطين والأردن. المنتخب الأردني ضمن صدارة هذه المجموعة بست نقاط كاملة، وبالتالي يبقى التنافس على البطاقة الثانية وربما أيضا أفضل الثوالث الأربعة طبعا متأهلين للدور القادم. وبالتالي مباراتين اليوم على صفيح ساخن كما يقال. أتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المنتخبات العربية من خلال مباريات اليوم والمباريات القادمة بإذن الله. بإذن الله تعالى أحمد، كل الأمنيات والدعوات أيضا لمنتخب سوريا ومنتخب فلسطين والأردن، وبالتالي يكون ثلاثي عربي يتأهل من هذه المجموعة. أيضا هناك سيكون معنا في عناوين الصحافة ليطلعنا أيضا على تفاصيل مختلفة في أروقة الصحافة لهذا اليوم الزميل عبد الله الكعبي. مرحبا بك عبد الله. إذن عبد الله إن شاء الله خلال الدقائق القادمة سيكون متواجد معنا، وأيضا الزميل أحمد الكعبي، بالإضافة إلى ضيف الحدث والتي سنتحدث من خلاله على المشاركة والتي ستكون بالكويت للدورة الأولى أو البطولة الشعلة الأولى لكرة القدم. ومن خلال ضيفنا بإذن الله تعالى سنتعرف على تفاصيل مختلفة لهذه المشاركة. على كل، مع البداية مع أبرز أخبارنا المحلية، وفيها الخبر عن مواصلة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته الاستعدادية لمواجهة منتخب تركمانستان ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لحجز بطاقة التأهل للدور السادس عشر من بطولة أمم آسيا بالإمارات 2019، حيث خضعت التشكيلة الأساسية التي شاركت في موقعة اليابان لحصة استشفائية بفندق الإقامة، فيما أجرى بقية اللاعبين حصة تدريبية اعتيادية على الملعب الفرعي بمدينة زايد الرياضية، وتركزت تدريباتهم على النواحي الفنية والتكتيكية. هذا ولا تزال الفرصة سانحة أمام منتخبنا الوطني من أجل بلوغ دور ثمن النهائي من البطولة القارية، حيث يكتفي بالحصول على النقاط الثلاثة أمام تركمانستان. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني من أجل حصد النقاط الثلاث في هذه الموقعة المرتقبة، والتي ستكون بكل تأكيد الجماهير العمانية كما عهدناها حاضرة. الخبر التالي عن أيضا، لم يتم حتى الآن التثبت من موضوع حرمان الحكم الماليزي محمد أميرول من قيادة المباريات المتبقية في البطولة من عدمها بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في مباراة المنتخب الوطني أمام اليابان. وبعد مباراة المنتخب أمام اليابان عرب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد الوهيبي عن استياءه من القرارات التحكيمية المجحفة التي صاحبت مباراة المنتخب أمام اليابان في ثاني مبارياتهما ضمن المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا بالإمارات. أثار الحكم الماليزي محمد أميرول الجدل عندما احتسب ركلة جزاء لمنتخب اليابان في الدقيقة 28 وغير صحيحة، كما أثار أيضا الحكم الماليزي الجدل مجددا بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لمنتخبنا سددها صلاح اليحيائي من كرة قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت بيد أحد مدافعي منتخب اليابان، الأمر الذي فجر غضب لاعب المنتخب وغضب الوسط الرياضي بأكمله.
وسنقف عند هذا الخبر بكل تأكيد تباعا إن شاء الله مع الزميل أحمد الكعبي، يطلعنا على كل المستجدات الخاصة بهذا الخبر وما أثير من جدل كبير في الشارع الرياضي حول هذا الموضوع. إلى أخبار منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، حيث يلتقي الأحمر الأولمبي مساء اليوم على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر نظيره المنتخب الأولمبي التونسي في التجربة الودية الثانية ضمن المعسكر الداخلي للمنتخب استعدادا للتصفيات الآسيوية التي ستقام في مارس المقبل بالدوحة. وتمكنت كتيبة العزاني من حسم نتيجة التجربة الودية الأولى أمام نسور قرطاج بهدف نظيف جاء بإمضاء اللاعب عبد الرحمن المشيفري، ويسعى العزاني لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والوقوف على التشكيلة المثالية التي ستخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث سيلعب منتخبنا رفقة قطر والنيبال وأفغانستان من أجل حجز بطاقة العبور للأولمبياد. كل التوفيق للعزاني وكتيبته إن شاء الله تعالى في الاستحقاقات القادمة. ومن كرة القدم مشاهدين الأحبة إلى رياضة الهجن، حيث انطلق على مضمار الهجانة السلطانية لسباقات الهجن بمنطقة الفليج بولاية بركة السباق العام للهجن الأهلية، وذلك ضمن مهرجان سباقات الهجن للموسم 16 والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني وبإشراف من الاتحاد العماني لسباقات الهجن. ووسط مشاركة واسعة من أصحاب و مربي الهجن في السلطنة، تتواصل منافسات هذا السباق على مدى 3 أيام. قد شهد اليوم الأول للسباق التنافس في 17 شوطا خصصت لفئة الحجايج لمسافة 4 كيلومتر، حيث رصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز نقدية لأصحاب المراكز الأولى، بالإضافة إلى تخصيص أشواط للتأهل للسباق الختامي على كأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن في المرحلة الأخيرة من سباقات هذا الموسم. آخر الأخبار مشاهدينا الأحبة في محطتنا المحلية، فمن رياضة الهجن إلى رياضة الفروسية، وبمشاركة 147 خيلا من مختلف ولايات السلطنة نظم نادي سباق الخيل السلطاني بشؤون البلاط السلطاني، نظم النسخة 10 من سباقات الخيل الأهلية لهذا الموسم، وذلك على ميدان مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة وسط منافسة بين الفرسان الذين امتطوا الخيول. وتضمن السباق 8 أشواط، 6 خصصت منها للخيول العربية الأصلية وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة. تفاصيل السباق في سياق التقرير التالي نتابع. متابعينا الكرام، فتحت البوابة للشوط. سباق الخيل الأهلية في نسخته 10 والتي ينظمها نادي سباق الخيل السلطاني بشؤون البلاط السلطاني، وضمن منافسات هذا الموسم والتي تقام على ميدان مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة، شهد مشاركة 147 خيلا من مختلف مرابط الخيل بالسلطنة، امتطاها فرسان تنافسوا على نيل شرف منصات التتويج، وسط رغبة الملاك والمدربين في تتويج جهودهم بإنجازات تعكس حرصهم في الحفاظ على سلالات الخيل الأصيلة، حيث شهد السباق التنافس في 8 أشواط، 6 منها خصصت للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة. الفرس بشائر الوافي قصت المنافسات بتتويجها بالمركز الأول في أول أشواط السباق لمالكها سعادة عبد الله بن مسلم الراسبي والفارس عامر بن علي الراسبي، ويحجز الحصان الصقلاوي مكانا له بين الكبار حين حقق المركز الأول في الشوط الثاني وسط فرحة مالكه علي بن راشد المصلحي والفارس الذي امتطاه يحيى بن جمع الحمداني، ويفصح الحصان الفصيح عن إمكاناته ومهاراته حين حل أولا في منافسات الشوط الثالث لمالكه خالد بن محمد الفلاحي، وتألق الفارس للمرة الثانية على التوالي عامر بن علي الراسبي. أما الشوط الرابع فقد اقتنص لقبه الحصان قناص لمالكه سالم بن عبد الله المسروري والفارس مؤنس السيابي. الشوط الخامس يضرب الحصان داريان النايف موعدا مع الذهب حين خطف لقب الشوط لمالكه سعيد بن محمد الكلباني والفارس إسماعيل كاينكو. أما الحصان الخطاف فكان اسما على مسمى حين خطف لقب الشوط السادس لمالكه هلال بن خلفان الحسني والفارس المعتصم بن سعيد البلوشي، في حين فإن الحصان مؤجز كان في الموعد ليحقق إطلالة جديدة لاستبلات البشائر حيث امتطاه الفارس مؤنس بن سالم السيابي، وذلك في مجريات الشوط السابع. بيتي أوفيسر يحقق المطلوب في شوط الإثارة والمتعة
الشوط الثامن والمفتوح لمسافة 2000 متر والمخصص للخيول المهجن الأصيلة الثيربريد، حين خطف لقب الشوط وسط فرحة مالكه سعود بن عبد الله البلوشي والفارس الذي امتطاه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، ليقوم بعدها المهندس محمود بن بدر العبري مدير عام الخدمات البيطرية بشؤون البلاط السلطاني بتسليم الجوائز لأصحاب المراكز الأولى في الأشواط الثمانية لهذا السباق. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن من محطتنا في الأخبار المحلية ننتقل بكم مباشرة إلى أبوظبي والمركز الإعلامي هناك، حيث تواجد الزميل العزيز أحمد الكعبي يطلعنا على كل التفاصيل الخاصة رفقة ضيفه جواد حسن مدير الاتحاد الأردني الإعلامي الرياضي هناك، وأيضا ما تضم الصحافة أمامك أحمد. أرحب بك من جديد، وما هي أخبار الحدث لهذا اليوم والمواجهات المثيرة التي ستكون حاضرة أيضا رفقة أيضا ضيفك نطلع عليها؟ شكرا لك أيمن. طبعا في البداية لابد أن نتحدث عن منتخبنا الوطني اللي أجرى اليوم حصة صباحية واحدة ولن تكون هنالك حصة تدريبية مساء، وطبعا آخر الأخبار اللي وصلت بأنه محسن جوهر لن يتمكن من اللحاق بالمباراة أمام تركمانستان، ولكن إن شاء الله تعالى في حال نجاح المنتخب الوطني في التأهل للدور القادم سيكون جاهز لمنافسات الدور القادم، هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. وطبعا الآن يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ جواد حسن مدير الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي. أستاذ جواد أهلا وسهلا بك معنا. أهلا أحمد، تحياتي لك لكل مشاهدي قناة عمان الرياضية. الله يحفظك. طبعا أنت أيضا من ضمن الوفد الإعلامي الأردني المصاحب للمنتخب الأردني، وأعتقد أنكم اليوم بأريحية تامة لأنكم ضمنتوا صدارة المجموعة. نعم، يمكن هي أكثر مباراة في كأس آسيا منتخب الأردن بلعبها بدون ضغوطات، الحمد لله رب العالمين، بعد الانتصار على أستراليا وانتصار على سوريا. الآن منتخب الأردن يعني متصدر المجموعة بثبات، وأي شيء يعني ممكن يحصل في المباراة يعني باستثناء الخسارة، لأنه الخسارة يعني ممكن تكون مؤثرة نوعا ما على المنتخب الأردني، اللي بنتمنى أنه يواصل المنتخب مشواره بنجاح، صعوده للدور الثاني يكون بعلامة كاملة 9 نقاط، بغض النظر عن طبيعة المنافس وديربي الأشقاء أنا اليوم أطلقت عليه بين الأردن وفلسطين، مباراة أخوان وأحباء وأهل وجيران، نتمنى أنها تكون بروح رياضية ويتقبل الجمهورين نتيجة المباراة أيا كانت، لكن إحنا كمنتخب أردن يعني الهدف هو 9 نقاط علامة كاملة وتحقيق الانتصار على منتخب فلسطين. اللي عرفته أيضا أنه راح تكون في تغييرات كبيرة اليوم في تشكيلة المنتخب الأردني، يا ريت نوضح هذه الجزئية. يعني أنا اللي اكتشفناه واللي فهمناه من المدير الفني الكابتن فيتال أنه راح يكون في تغييرات على منتخب الأردن، البعض منها إجباري يعني لأنه في إصابات ليوسف الرواشدي وسالم العجلين، وفي غياب قصري لمهاجم المنتخب الوطني موسى التعمري اللي أخذ إنذار في أول مباراة مع أستراليا وإنذار في المباراة الثانية مع سوريا، فهو راح يغيب قصري. ففي 3 تبديلات يعني أوريدي حاصلة يعني لأنه هذول مش راح يشاركوا اليوم، وإضافة إلى تبديلات يمكن تكون فرصة للاعبين الآخرين اللي ما شاركوا في المباريات الأولى أنهم اليوم يلعبوا ويظهروا في كأس آسيا وأيضا يثبتوا وجودهم وكمان يدخلوا بالفورما زي ما بيحكوا مع الفريق بشكل كامل، لأنه أنت في البطولة ما بتقدر تعتمد على نفس الفريق من أول مباراة لآخر مباراة، إلا تحتاج اللاعبين البدلاء في بعض الأوقات، وإن شاء الله أنه يكون هذا عامل إيجابي للمنتخب، خصوصا أنه ماخذ أريحية المنتخب يعني بعد ما لعبنا مع سوريا مباراتنا مع فلسطين أصبحت بالنسبة لنا تحصيل حاصل، لكن الأهم في دور الـ16 ماخذ أنت 10 أيام راحة، فهاي ممكن تعطي المنتخب كمان أريحية كويسة. طيب على ذكر الأريحية والتشكيلة، يعني يمكن في المؤتمر الصحفي اللي كان لفيتال مدرب المنتخب الأردني بالأمس سؤل عن هذه الجزئية، هل سيتساهل المنتخب الأردني في المباراة؟ يمكن اليوم جريدة الاتحاد خرجت بعنوان على لسانه الرد على الإشاعات في الملعب، في إشارة لأنه المنتخب الأردني اليوم راح يدخل بكل جدية في هذا اللقاء بغض النظر عن أي تشكيلة تبدأ مباراة اليوم. يعني بعتقد أنه منتخب الأردن وحسب ما وصفه المدرب فيتال عنده 23 لاعب كلهم على نفس المستوى، يعني ما في لاعبين مميزين بشكل كبير عن اللاعبين الآخرين باستثناء البعض، طبعا الباقيين يعني ممكن تحكي أنه مستواهم
متقارب نوعا ما، لذلك هو راح يعطيهم الفرصة. وإذا أعطاهم الفرصة هذا لا يعني أنه هو متنازل عن المباراة، بالعكس هو إذا بعطيهم الفرصة بكون هو عم يعني بالضبط هم عشان يثبتوا أنفسهم ويدخلوا في المنافسة بشكل جميل. الرد على الشائعات يعني أنا ما بعرف من وين تيجي أو وين مصدرها هاي الشائعات أنه الأردن ممكن يتهاون يعطي المباراة. اليوم الأردن بمشاركته الرابعة بكأس آسيا إذا فاز على منتخب فلسطين بيكون لأول مرة حصل على علامة كاملة في الدور الأول، وأول مرة بيكون حقق 3 انتصارات تواليا يعني وراء بعض. غير أنه الهدف كمان أنه كمان عامر شفيع اليوم بيظهر برقم مباراة رقم 14 رقم تاريخي للكابتن عامر بدايته بال2004، هو الحارس الوحيد اللي حمى مرمى الأردن في نهائيات كأس آسيا، اليوم راح يكون موجود بالتشكيل الأساسي. إذا ما تسجل هدف كمان في مرمى الأردن كمان 3 مباريات متتالية بيكون الكابتن عامر حافظ على شباكه نظيفة. فيعني في حوافز كثيرة للمنتخب الأردني. بالضبط، في حوافز وفي أرقام، فبالتالي هذا موضوع التهاون مش موجود في كرة القدم، رغم أنه اللقاء بحاجته المنتخب الفلسطيني أكثر من المنتخب الأردني. طيب، على ذكر المنتخب الفلسطيني أيضا جريدة الاتحاد عنونت على لسان طبعا نور الدين ولد علي المدرب المنتخب الفلسطيني أن مباراة اليوم تعتبر مباراة نهائية والهدف واحد الانتصار ولا غير. المنتخب الفلسطيني يعني في العادة يقال أنه المنتخب صاحب الفرصة الواحدة ربما تركيزه يكون أعلى من المنافس، اليوم فرصة واحدة هدف واحد الانتصار ولا غير بالنسبة للمنتخب الفلسطيني. يعني أكيد ما عنده حل ثاني، يعني هي المباراة بتدخل أو تدخل منتخب فلسطين في الدور الثاني مباشرة في حال الفوز، فهو راح يفكر فقط في الفوز. ويمكن يعني تكون هاي عوامل إيجابية للاعبين مثل ما حصل إحنا معانا في مباراة أستراليا، إحنا فايزين لسه الأمور مش واضحة بالنسبة لنا، تغلبنا على المنتخب الأسترالي وحققنا المفاجأة. اليوم المنتخب الفلسطيني بيلعب بفرصة واحدة، فهاي ممكن كمان تكون حافز أكثر وأكبر للاعبين أنهم يعطوا، خصوصا أيضا أنه المنتخب الفلسطيني ولاعبين المنتخب الفلسطيني بيعرفوا جيدا منتخب الأردن لاعبي منتخب الأردن، وسبق أنه كثير لاعبين من منتخب فلسطين احترفوا في الملاعب الأردنية مع أندية الوحدات، مع أندية الفيصلي، مع الأهلي، محمود وادي المهاجم منتخب فلسطين، عبد اللطيف البهداري يعرف جيدا لاعبين منتخب الأردن لأنه أغلب اللاعبين لعب معاهم أو لعب ضدهم بمباريات الدوري الأردني لما كان محترف مع فريق الوحدات. هذا بالنسبة لهذه المباراة، مباراة فلسطين والأردن. المباراة الكبيرة الأخرى المنتظرة مباراة سوريا مع أستراليا، وعارفين المنتخب السوري غير المدرب الآن، فجر إبراهيم هو المدرب، وفي تصريح لفجر إبراهيم ذكر بأنه المنتخب أو حامل اللقب ليس بالمنتخب المستحيل وقادرين على هزيمته اليوم. يعني هو الجانب النفسي مهم لمنتخب سوريا، يعني الكابتن فجر إبراهيم كمان درب منتخب سوريا سابقا وبيعرف إمكانيات لاعبين وبيعرف يتعامل معهم، بعكس المدرب الألماني اللي لاحظنا أنه في فجوة كبيرة بينه كمدرب رغم انه خبير وبين اللاعبين، يعني ما عرفوا، يمكن ما عرفوا هم اللاعبين يترجموا شو اللي بده اياه المدرب، او المدرب ما عرف يوظف لاعبين المنتخب السوري بالشكل الصحيح. يمكن الفجر ابراهيم لانه هو مدرب سوري وعارف المنتخب السوري واللاعبين بشكل كويس يمكن يعني يحقق معهم شيء اليوم، خصوصا انه كمان بيلعب بفرصه وحيده وما فيش امامه غير الفوز. فبالتالي اللي أوصل المباراة يمكن لهذا الشيء هو منتخب الأردن، يعني اللي حققه في أول مبارتين، يعني وصل مباراة أستراليا وسوريا لمرحلة كثير حساسة لدرجة أنه أستراليا كمان مهددة أنها تطلع من البطولة لو خسرت اليوم. على ذكر أستراليا، أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي أيضا في تصريحه اليوم وفي المؤتمر الصحفي أمس ذكر بأنه الكانغارو استفاق، يمكن يقصد بعد الكبوة الأولى والخسارة أمام الأردن، وبالتالي هو يراهن كثيرا على لاعبيه اليوم في مسألة تحقيق الانتصار. طبعا يعني حكينا وكتبنا أنه منتخب أستراليا إذا خسر مع الأردن هذا لا يعني أنه المنتخب الأسترالي سهل أو بسيط أو ضعيف أو أنه يكون يعني محطة عبور بالمجموعة، مش بالسهولة يعني النهائي يعني إطلاقا، لأنه فريق عنده لاعبين محترفين في ألمانيا، عنده لاعبين محترفين في إنجلترا، عنده لاعبين محترفين في البرتغال، إضافة إلى الدوري الأسترالي كمان مستوى عالي، يعني اللاعبين أنت بتلعب شبه مدرسة أوروبية مش مدرسة آسيوية. يعني ما أعتقد أنه يكون المنتخب الأسترالي سهل لهذه الدرجة في البطولة، رغم أنه زي ما حكيت لك يعني خسارتهم اليوم وفوز فلسطين على الأردن تعني أن أستراليا أصبحت خارج بطولة كأس آسيا، يعني ممكن هاي الضغط هذا اللي بيشعر فيه المنتخب الأسترالي ما شعر فيه قبل خلال مشاركاته في هاي البطولة، وهو حامل اللقب يعني عليه ضغوطات اليوم
بتخوف يعني زي ما بيحكوا. تعتقد أن المنتخب السوري قادر يصنع المفاجأة اليوم؟ والله ليش لا، الأردن صنعها وممكن أنه يصنعها، وعندهم لاعبين يعني كويسين، تعرف يعني يعني من أبرز النجوم العرب اللي موجودين في كأس آسيا يعني هم عمر السومة وعمر خريبين اللي بيلعبوا بالدوري السعودي يعني، وبالإضافة لنجوم الدوري السعودي فهد المولد، موسى التعمري بمنتخب الأردن، يمكن هذول أبرز الأسماء اللي موجودة حاليا في الكرة العربية. إن شاء الله أنهم يعملوها، ونتمنى أنه نشوف ثلاث منتخبات عربية بتتأهل من هاي المجموعة للدور الثاني إن شاء الله، يعني شيء مش مستحيل بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ جوان. شكرا أحمد، حياتي لك. شكرا. إذن هكذا أيمن كان مع الأستاذ جواد حسن مدير الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، متحدثا عن مباريات اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية، مباريات منتظرة بطبيعة الحال، ونتمنى إن شاء الله أن يتأهل العرب الثلاثة من هذه المجموعة. عودة لك مرة أخرى أيمن وما تبقى من برنامج الحدث. نعم بإذن الله أحمد، ولكن قبل أن تذهب دعني أسألك عما يتداول أيضا أحمد من أخبار من حرمان الحكم من عدم، يعني وردتنا أخبار كثيرة في الأوساط الرياضية المختلفة عن هذا الموضوع، هل فعلا هذا الموضوع رسميا تم إيقاف الحكم؟ لأنه الأخبار المتداولة حتى الآن متناقضة نوعا ما، هل في تأكيد معين مثلا كونكم أنتم أيضا هناك في قلب الحدث؟ أيمن، بعد تواصلنا مع المعنيين حقيقة اليوم في اللجنة المنظمة أتت التأكيدات بأنه ما من إجراء اتخذ نهائيا في حق أي حكم في هذه الدورة، سواء كان الحكم الأردني في لقاء الافتتاح أو الماليزي محمد أميرول اللي ارتكب أخطاء كارثية حقيقة في مباراة منتخبنا الوطني أمام اليابان، ما في أي إجراء اتخذ ضد الحكام، وحتى الآن يعني حتى الآن هم موجودين. إذا كان في قرار يعني اتخذ داخلي ربما، ولكن للآن لم يصدر أي شيء رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يتعلق بإيقاف الحكم الماليزي محمد أميرول أو أي حكم آخر في هذه الدورة. نعم هذه نقطة مهمة جدا أحمد. كسؤال أخير أيضا، كيف تصف لنا يعني كتيبة فيربك أجواء اللاعبين هناك بعد الخسارة أمام اليابان، العزيمة القادمة أيضا للقاء القادم أمام تركمانستان، الروح المعنوية أيضا هناك للاعبين؟ الروح عالية أيمن يعني، والمعنويات مرتفعة جدا، وأيضا هنالك حالة من التفاؤل اللي يعني تسيطر على معسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. الجميع مقتنع بأنه المنتخب قدم الكثير في المباراتين، قدم كرة قدم جميلة للغاية، أقنعت الجميع، وأيضا حظيت بإشادة من الجميع هنا في الإمارات، من المتابعين، من الإعلاميين، من الرياضيين عموما، والكل أجمع بأن المنتخب لم يستحق أن يخسر المباراتين، وبالتالي هذا الرضا وهذه القناعة بالمستوى الفني المتميز أتصور بإذن الله تعالى أنها راح تدفع اللاعبين لتقديم مستويات أفضل في اللقاء الأخير أمام تركمانستان، خاصة أن الفرصة ما زالت قائمة للتأهل بإذن الله من هذه المجموعة للدور القادم. لم نوفق في مباراتين، ولكن إن شاء الله تعالى توفيق راح يكون حليفنا في مباراة تركمانستان، والجماهير والجميع يترقب هذه المباراة الكبيرة اللي نتمنى إن شاء الله أن يأتي من خلالها منتخبنا الوطني بأخبار سارة تقودنا إلى دور 16 من كأس آسيا بإذن الله أحمد. وهذا الروح كنا متابعينها أيضا من خلال الصور واللقطات، احتفال اللاعبين هناك كتيبة الأحمر بميلاد اللاعب محمود المشيفري، إن شاء الله ستكون حاضرة أمام تركمانستان. كل الشكر والتقدير لك أحمد ولجهودكم الطيبة هناك من قلب الحدث، وإن شاء الله في مواعيد قادمة سيكون لقاء قادم لتفاصيل أخرى بإذن الله. إذن تابعنا قبل قليل مشاهدينا الأحبة من قلب الحدث الزميل أحمد الكعبي، أطلعنا على الكثير من الأمور الخاصة بهذا الحدث الآسيوي، استعدادات منتخبنا، وأيضا ما ضج به الشارع الرياضي والوسط الرياضي عن حرمان أميرول من عدمه أو إيقافه في هذه البطولة حتى الآن. على كل نحن وصلنا بكم إلى محطة أخرى من خلالها سنتعرف أيضا على عناوين الصحافة المحلية والعربية والعالمية وما يدور في أروقة الصحافة لهذا اليوم مع الزميل عبد الله الكعبي. عبد الله يسعد مساك بكل خير وأهلا ومرحبا بك مجددا.
رحب بك ورحب بمشاهدي ومتابعي قناة عمان الرياضية، وبالتأكيد أخبار وعناوين متنوعة سنتناولها في مجمل ما تناولته أيضا الصحافة المحلية والعربية عن البطولة الآسيوية. فسارت الأمور على عكس المتوقع تماما كما ينوي الشارع الرياضي العماني بخسارتين متتاليتين للأحمر العماني في الجولة الأولى والثانية في مشاركة المنتخب الوطني الأول بكأس آسيا في النسخة الحالية 2019 بالخسارة في الأولى على يد نظيره الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، ثم الخسارة أمام اليابان بهدف واحد. صحيفة عمان ورغم الهزيمتين إلا أنها أبرزت مكاسب جناها الأحمر وهو ما خرجت به في عنوانها قائلة: الأحمر يخسر النقاط ويكسب حوافز الدفاع عن الآمال. وقالت الصحيفة: من واقع الأداء أمام أوزبكستان واليابان كسب منتخبنا الوطني جرعات ثقافية كروية ستساعده في حسم لقاء تركمانستان الذي تعرض لخسارة فادحة في مباراته أمام أوزبكستان. ورغم تسجيل هدفين في مباراته أمام اليابان إلا أن فرصته في المنافسة بين أفضل ثوالث المجموعات لن تكون سهلة على عكس الأحمر الذي يملك فرصة وأمل أكبر يستحق القتال من أجله حتى آخر دقيقة من آخر مباراة في الدوري الأول. أنا وابن عمي على الغريب. بهذه المقولة استلهم الناقد الرياضي يونس المعشري موضوع عموده لهذا الأسبوع للحديث عن الأخطاء التحكيمية للحكم الماليزي محمد أميرول مبديا امتعاضه الكبير. صحيفة الوطن والتفاصيل. أنا وابن عمي على الغريب مقولة لم نرغب في أخذ بداياتها واكتفينا بنصفها فقط، فهل هذه المقولة تنطبق على ما تشهده البطولة الآسيوية الكروية حاليا وبالأخص في الجانب التحكيمي؟ قد يقول البعض بأن التحكيم دائما يتصف بالنزاهة والحيادية في إدارته للمباراة وقراراته التي تصب في صالح الطرفين بعيدا عن الميول للآخر، ولكن ما شاهدناه في التحكيم الشرق آسيوي فهو مخالف لتلك القاعدة ولا ينطبق على الجميع، فهناك من هم النزهاء في تحكيمهم، ولكن للأسف أبناء البشرة الصفراء وأصحاب العيون المحتقنة ورغم كل ما يقال وما سوف نسمعه فهم يميلون لأبناء جلدتهم إذا كان الطرف الآخر صاحب نفوذ كروي في تلك البقعة التي يعيشون فيها، فهم ينشدون لأمور أكبر من الواقع الحالي. إذا رجعنا لمباراة منتخبنا أمام المنتخب الياباني وما شهدته تلك المباراة من كارثة تحكيمية، ولا أقول ذلك تعاطفا مع منتخبنا بل الواقع الذي شهدته المباراة والفنون التي أبدع فيها الحكم الماليزي الذي يشتق اسمه من الأدول محمد أميرول والذي سبب لنا صداعا بسبب قراراته العكسية والمستفزة في الكثير من الأحيان، وكأن عينه أصبحت الرقيب على لاعبي المنتخب الياباني حتى لا تصيبهم صائبة ولا تخلش أقدامهم همسة كروية بريئة على الرغم من التواجد الخماسي في التحكيم، وكأنهم يعرفون جيدا المثل القائل: صمعنا الرعد عور عن البرق ما شفتي. هذا هو حال الحكام في المباراة وبطلهم حكم الساحة. لا نستطيع الآن تغيير شيء ولا يمكن أن نواصل البكاء لأننا في بداية المباراة لم نكن بذلك المستوى وجعلنا الياباني يفرض إيقاعه السريع علينا ويجعل دفاعنا يتوه لا يعلم ماذا يوقف، ولولا تألق الرشيدي في تلك المباراة لربما أثقلت الشباك. فهل نحن كنا قادرون على مجاراة الساموراي؟ نعم كنا قادرين على مجاراتهم وكنا قريبين من تحقيق التعادل على أقل تقدير، ولكن علينا أن نعترف بأن منتخبنا ينقصه الكثير وتبقى اللمسة الأخيرة غائبة وعلامة استفهام على بعض العناصر ولكل حادثة حديث، وعلينا أن نستفيد الآن بما أفرزته المجموعات الأخرى ومنحتنا فرصة التأهل كأفضل ثالث في المجموعة. هذا إذا عرفنا كيف نحقق الفوز في آخر ظهور لدور المجموعات يوم الخميس القادم، فنحن منتظرون. من جهته أبدى سالم بن سعيد الوهيبي رئيس اتحاد الكرة امتعاضه الشديد من قرارات حكم المباراة، وتواصل مع المعنيين في الاتحاد الآسيوي لتسجيل موقف واضح حول القرارات التي اتخذها الحكم خاصة المادة 20 من نظام البطولة والتي تمنع الاحتجاج على قرارات الحكام. صحيفة عمان تناولت الدور الذي يلعبه اتحاد الكرة فخرجت بعنوان تقول فيه: رغم كل الظروف ما زال الأحمر يتمسك بالأمل. حيث أشاد الوهيبي بالأداء الرجولي الذي قدمه المنتخب الوطني مؤكدا
ثقته في إمكانية وقدرات اللاعبين في تحقيق النتيجة الإيجابية أمام تركمانستان، وهي مباراة الحسم التي ستحدد مصيرنا في إمكانية التأهل للدور الثاني. وأثنى الوهيبي على الوقفة الصادقة من الجماهير الوفية التي قطعت المسافات من أجل مساندة المنتخب الوطني، مطالبا لها بالاستمرار في دعم المنتخب الوطني والوقوف معه في المباراة القادمة أمام تركمانستان، ونحتفل جميعا بالتأهل بعون الله. نبقى مع أخبار المنتخب، حيث أغلق الأحمر ملف خسارته الثانية أمام اليابان، وبات التفكير مصبا على ما تبقى من أمل في التأهل كأفضل ثالث بلقائه منتخب تركمانستان، والذي سيقام يوم الخميس القادم بساحة ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي عند الساعة 5:30 مساء. صحيفة الوطن تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: الأحمر يعود سريعا للتدريبات. وقالت الصحيفة: الأمل في التأهل ما زال موجودا وبنسبة كبيرة، شريطة أن نخدم أنفسنا بأنفسنا في المقام الأول فليس غير الفوز طريقا للتأهل للمرحلة القادمة. فريق تركمانستان ليس بذات القوة والجسارة والخبرة التي يتميز بها الأوزبك واليابانيين، رغم أننا كنا ندا للفريقين دون جدال لولا التحكيم الآسيوي الغريب في البطولة. ما نحتاج إليه الآن هو نسيان المباراتين الماضيتين بحلوها ومرها، والتفكير والتركيز التام على كيفية تجاوز مباراة الخميس بالنتيجة المطلوبة. فلا يجدي البكاء على اللبن المسكوب بقدر ما عليك العمل على اقتناص الفرصة التي بيدك للوصول للمرحلة القادمة. إلى فقرة ملخص الصحافة، والتي نخصصها للحديث على ما تناولته الصحف حول أداء ونتائج المنتخبات العربية والآسيوية في البطولة القارية. نتابع. سيطرت عناوين الفرح والسعادة على الصحافة البحرينية الصادرة اليوم بعد تأهل الأحمر البحريني للدور القادم. الصحف أشادت بالتأهل العسير بعد الفوز المثير على المنتخب الهندي بعدما ظلت آمالهم معلقة حتى الدقائق الأخيرة. في المقابل خرجت الصحف الهندية حزينة بعد وداع منتخب بلادها البطولة، مؤكدة أن حلم الوصول للدور الثاني لأول مرة قد تبخر بعد أن كان قريبا. إلى الصحف الإماراتية والتي لم تكن راضية كل الرضا عن منتخب بلادها رغم تصدره للمجموعة، مشيرة إلى أن الأبيض لم يقدم العرض المقنع والمأمول، إلا أنها أكدت وقوفها مع المنتخب حتى النهاية متفائلة بالقادم. الصحف أبرزت أيضا اقتحام النجم الإماراتي علي مبخوت قائمة التوب 5 لهدافي آسيا بعدما دون بالأمس هدفه السابع في تاريخ مشاركاته في كأس آسيا. في المقابل تغنت الصحف التايلندية بتأهل منتخب بلادها للدور الثاني، مشيدة بالأداء الكبير لمنتخب الأفيال بعد أن تأهل لأول مرة منذ عام 1972. وفي مواجهة عربية خالصة، يسعى منتخب النشامة لتحقيق العلامة الكاملة عندما يلاقي شقيق الفلسطيني عصر اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا المقامة في الإمارات. صحيفة الدستور أبرزت طموحات منتخب بلادها من هذه المواجهة لتكتب في عنوانها تقول: منتخب النشامة يلاقي فلسطين بحثا عن العلامة الكاملة، حيث يدخل منتخب النشامة المواجهة التي يستضيفها استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي متسلحا بمعنويات مرتفعة جراء حضوره المميز في البطولة حتى الآن بتحقيق فوزين مستحقين على أستراليا وسوريا، ما جعله يتربع على قمة المجموعة ويضمن صدارتها دون النظر لنتيجة مباراة اليوم. في المقابل يدرك منتخب فلسطين أن المهمة لن تكون سهلة هذا المساء بالنظر إلى فارق المستوى الفني بين الطرفين، لذلك سيدفع بكل قوته خاصة وأن حظوظه بالتأهل ما زالت قائمة. من جهته يدخل المنتخب السوري عصر اليوم موقعة نظيره الأسترالي حامل اللقب تحت ضغط احتمالات معقدة لضمان تأهله للمرة الأولى للدور الثاني للنهائيات الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات بعد خيبات خمس مضت ومشاركة سادسة تعد الأسوأ رقميا حتى اللحظة، إلا إذا كان نصر قاسيون اليوم كلاما مختلف. صحيفة تشرين قدمت اللقاء في عنوان جاء فيه: البحث عن الفوز لتلافي متاهة الاحتمالات وكتابة تاريخ جديد. وقالت صحيفة تشرين اليوم: الجميع مدعو لطي الصفحة جديا والوقوف خلف المنتخب بقيادة مدربه الجديد القديم فجر إبراهيم الذي قد يكتب تاريخا جديدا مختلفا لكرتنا. هنا في إمارة العين تتمسك بعثة المنتخب بأمل التأهل عبر بوابة الفوز على حامل اللقب، فلا مستحيل في كرة القدم كذلك يجد منتخب نصر قاسيون نفسه أمام لعبة الاحتمالات في لعبة غير مسبوقة لجهة تعقيدها ولهجة غرابتها، فقد تتأهل سوريا
بنقطة التعادل. وصلنا إلى ختام جولة عناوين الصحافة، ها هي عودة أخرى للزميل العزيز أيمن الفجراني وما تبقى من أخبار الحدث. أيمن تفضل، إليك الكلمة. تفاصيل المختلفة في عناوين الصحافة، نذهب بكم الآن مشاهدينا الأحبة إلى فاصل قصير وبعدها نعود فيما تبقى من محطات الحدث لهذا اليوم مع ضيف الحدث والذي سنتحدث مثل ما أسلفنا عن بطولة الشعلة والمشاركة الكويتية التي ستكون حاضرة لأكاديمية الفوت. تفضلوا بالبقاء معنا. وراء كل مجتمع ناجح امرأة ناجحة مبدعة واثقة ومبادرة. في عمان تل نؤمن بأن مبادرتك تستحق الدعم والتشجيع وتوفر فرص تحفزك على مواصلة مشاركتك الفعالة في المجتمع. مبادرة، جائزة عمان تل لجمعيات المرأة العمانية. نسلط الضوء على جمعيات المرأة العمانية والجهود المبذولة وثقافة العمل التطوعي، وذلك وفق شروط تنظم عملية التقييم والمشاركة. المسابقة تأتي على 4 مراحل، توزع الجوائز بعدها على الجمعيات الفائزة والعضوات المجيدات، لأن هناك مبادرات تستحق أن تخرج إلى حيز أكبر. مبادرة، جائزة عمان تل لجمعيات المرأة العمانية. تحية لكم أيها الأحبة من جديد وعودة من جديد إلى محطتنا في ضيف الحدث والحديث عن استعدادات أبطال أكاديمية الفهود للمشاركة في بطولة الشعلة الأولى لكرة القدم بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 23 من يناير وحتى 30 من الشهر نفسه. ستشارك هذه الأكاديمية بخمس فرق مختلفة الأعمار، وهذا كل ذلك يأتي ضمن البرنامج الإعدادي السنوي للأكاديمية. حديث أكثر عن هذه المشاركة وعن تفاصيل مختلفة استعدادات اللاعبين وغيرها، يسعدنا أن يكون معنا في استوديو برنامج الحدث لهذا اليوم الكوتش الأستاذ سعيد صالح البلوشي رئيس أكاديمية الفهود الرياضية. نرحب بك أستاذ سعيد ويسعد مساك بكل خير. مساك الله بخير أخوي أيمن ومسي على الأخوة المشاهدين. يا مرحبا فيك، سعيدين جدا حقيقة بحضورك وتواجدك معنا. ومثل هذه الأكاديميات وغيرها منذ تأسيسها هنا على أراضي السلطنة تقدم عطاءات كبيرة. نحن نتكلم عن ما تقدمه أيضا واحدة من هذه الأكاديميات أكاديمية الفهود وعن استعداداتها لبطولة ربما تكون البطولة الأولى من المشاركة. ما في شك أخوي أيمن، أكاديمية الفهود إحدى الأكاديميات الحديثة كما توقعنا لها، وتعمل وفق منظومة معينة خطط لها برنامج سنوي ولها أهداف عديدة، منها ليس فقط في الرياضة، لها أهداف مجتمعية أيضا. يعني ما تقتصر على كرة قدم أبدا. لنا أهداف، وهدفها الأول هو الهدف السامي أن يبقى هؤلاء الشباب في حب هذا الوطن وفي حب هذا القائد. جميل. ثم التوجه الأهم حول المجتمع، يعني هناك هؤلاء الأبناء خصوصا أنهم صغار السن يحتاجوا إلى مثل هذه الأشياء. هناك في محاضرات أيضا، منها محاضرات ثقافية، منها محاضرات دينية، منها محاضرات يعني أشياء نظرية ممكن تصقل هذا نعم المتواجدين من اللاعبين من المشاركين. نعم نعم، ليس فقط على أرضية الميدان، إنه مثلا إنك تلعب كرة قدم أو تتعلم أساسياتها وغيره أبد. وهذا يعني لفتة جدا جميلة أن تكون حاضرة، نظرة اجتماعية إنسانية تكون متواجدة، وهذا أتوقع واحدة من الأهداف اللي يمكن ما تلقاها دائما في كل الأماكن. يعني هو مصداقية لكلامك أخوي أيمن، الأكاديمية تحتضن 20 يتيم في الأكاديمية. 20 يتيم. ممتاز. وهدفنا هدف سامي لهم. جميل. وهدفنا أن نوصل برسالة أنهم هؤلاء الناس معنا. أيضا من في هدف آخر نعلم أبنائنا، يعني فيه كان للأكاديمية بعض التعاون مع جمعية المرأة العمانية. ممتاز. بولاية الخابورة في توزيع كراسي متحركة للمحتاجين لمثل هذه الأشياء. الله. جميل. فنعلم هؤلاء الأبناء أنه أيضا هناك مجتمع يجب أن نصل إليه، مجتمع محتاج. نعم. مجتمع
يحتاج لفت نظر. ما في شك هذا الكلام. أيضا كذلك يعني مثل في عمل كان للأكاديمية أن نقوم بتنظيف الشواطئ، وكان هذا عمل جميل جدا بالتعاون مع بلدية الخابورة، قمنا بهذا العمل وأيضا كان عمل جميل، بالإضافة إلى المسابقات، بالإضافة إلى المباريات سواء كانت المحلية أو اللي وصلنا فيها الآن من البطولة الناشئة الأخيرة اللي احنا طبعا شاركنا فيها. ثم كانها بطولة استعدادية يعني، ما في شك كانت. وكانت أيضا يهمنا هذا الكلام أيمن، لأنه الفرق المشاركة كانت أسماء كبيرة، برشلونة الأسباني، كان هناك مانشستر سيتي، كانت هناك فيرونا الإيطالي، كان هناك إنتر ميلانو، كانت هناك أفليشن القطرية، كانت هناك العديد من الأكاديميات. فكان يهمنا هذا الكلام. جميل. كثير جدا. تضم هذه العناصر مع هذه الخبرات، فيعني أكيد من خلال هذه المشاركات يعني اكتسبوا اللي متواجدين اليوم في الأكاديمية، أو اللاعبين خلنا نقول، أو هذا الناشئ من مختلف الفئات العمرية، كثير من الخبرات. أنت لما تدمجهم مع هذه عناصر الخبرة أكيد راح يكتسبوا الكثير من الأشياء. ما في شك هذا كلام جدا، يعني إحنا دائما نسعى له وناخذ الخبرات من كل مكان، سواء كانت خبرات محلية، خبرات خليجية، خبرات عربية، خبرات عالمية. ممتاز. فإحنا طبعا لما نتحدث عن يعني أكاديمية برشلونة، نتحدث عن أكاديمية مانشستر سيتي، الاسم يكفيك يعني. نعم. وهناك يتحدث أو يصل بنا الحديث أيمن، هناك في مفاوضات الآن تسير لأحد نجوم الأكاديمية. ممتاز. في مانشستر سيتي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنرى عما قريب يعني الخطوة هذه بإذن الله تعالى. وهي طبعا كله يعود إلى من؟ يعود إلى منتخباتنا الوطنية. تتكفل في أكاديمية مانشستر بلا شك، وفي تواصل أيضا معهم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني هذا اللاعب أنا أعتقد أنه لاعب موهوب، والحمد لله المستقبل. أيضا نعم لواعد، والحمد لله أني أشاهده الآن في 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 تجمع المنتخب القادم للناشئين، راح يكون إن شاء الله موجود بإذن الله تعالى، وهذا احنا فخورين فيه. في الاخبار الساره والجميله فعلا، واللي نحن دائما نتامل من خلالها ان شاء الله ان تكون حاضره ورافده للمنتخبات الوطنيه. يعني انا بامانه لفتني في حديثك استاذ سعيد عن اللفته الانسانيه اللي تقدمها، كيف وجدت هذا التفاعل لمختلف الفئات؟ يعني بامانه خلينا نكون صريحين، لانه في احيانا فئات غير مقتدرة قادرة على أن تضم ابنائها مثلا لمثل هذه الاكاديميه. انا حقيقه في هذا المجال اخوي ايمن ادعو الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال حقيقة الداعمين بشكل عام، والداعمين بشكل عام، أن يحتضنوا مثل هذه الأشياء، لأنها بلا شك هي أشياء لربما نشاهدها كأنها صغيرة، ولكن هي كبيرة المعنى. بالضبط. اليوم لما نحن نزرع في هذا الطفل من عمر 6 سنوات حتى 14 سنة نزرع في هذه الخصال، أنا أعتقد أنه كمجتمع إحنا سنكون بإذن الله تعالى نصل بالهدف السامي الذي ينادي به مولاي صاحب الجلالة، اللي دائما هو الداعم الأول للشباب. أكيد أكيد، الله يحفظه يا رب. يعني خلنا نتكلم أيضا عن نقطة مهمة، مدى تعاونكم أيضا، مدى تجاوبكم مع الاتحاد العماني وزارة الشؤون الرياضية، هل هناك ثمة تعاونات مثلا؟ أنا حقيقة من خلال هذا البرنامج أتقدم حقيقة بكل الشكر الجزيل لوزارة الشؤون الرياضية وللاتحاد العماني لكرة القدم، وأخص هنا أيضا في حديثي تقديم الشكر للشيخ سلطان بن حميد الحسني رئيس نادي الخابورة. هذا الرجل حقيقة داعم لهذه الأكاديمية بكل ما تعني. أولا الأكاديمية لا تزال ليس لديها ملعب، فملعب نادي الخابورة وضع الآن في 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 يد الأكاديمية. هذا شيء جميل جدا. أيضا يعني هو داعم لكل ما تعمل هذه الأكاديمية، وإحنا من خلال دورنا أيضا نوجه له التحية من خلال هذا المنبر، ونتابع أيضا برفقة المشاهدين الأحبة بعض اللقطات الخاصة أيضا للفئات العمرية اللي حاضرة وإن شاء الله ستكون متواجدة في البطولة الأولى. نتكلم أيضا عن هؤلاء اللاعبين، عن مشاركتهم القادمة في الكويت بإذن الله، والتي ستكون يوم 23 يناير. أستاذ سعيد، هذه طبعا أخي أيمن هو استقبال الشيخ فهد بن سلطان الحسني والشيخ خالد بن سلطان الحسني لأكاديمية الفهود بعد حصولها على بطولة أو كأس البرونز، وطبعا تم تكريمهم من قبل سعادة الشيخ عضو مجلس الشورى، وهذه طبعا يمكن تكون هي بداية انطلاقتنا. جميل. وأنا حقيقة أوجه الشكر للداعمين لهذه الأكاديمية، ووجدت تفاعل كبير. ما في يعني شك، شوف حتى مستانسين ما شاء الله. بالضبط. يعني. وفي يومها أيضا حتى يمكن
احنا يمكن عملنا تدشين للبسه الاكاديميه الثانيه، هذا اللبسه الخاصه، هذه اللبسه الخاصه اللي هي اللون الرسمي. ممتاز. ايضا احنا عملنا في نسخه اخرى ويمكن كانت هديه من سعادة الشيخ مشكور يعني حقيقة نعم. لهذا الكلام جميل جدا. بالنسبة لمشاركتنا أخي أيمن نعم. لها أهداف عديدة. مشاركتنا في دولة الكويت أولى أنها طبعا تعد من ضمن برنامجنا التدريبي السنوي نعم. إن احنا نشارك فيها. اثنين، كانت فرصة لنا بعد الدعوة اللي تلقيناها من الشعلة نعم. أنه وجدنا فيها احتفال دولة الكويت الشقيقة وقرب احتفال دولة الكويت الشقيقة بالأعياد الوطنية. جميل جميل. فكانت جميل جدا أن نعلم أبنائنا نعم. نعم تتزامن أن نأخذ هؤلاء الأبناء لنقول جئنا من بلد السلام إلى أهل السلام. نعم جميل. فكان جميل إلى وطن جدا. النهار وهذا ما في شك. دائماً وطن النهار يعني فالخير مثل ما يقولوا لنا. يعني هذه اللقطات أيضا أستاذ سعيد تعليق بسيط لهذه اللقطات هنا في مجمع السلطان الرياضي ببوشهر تقريبا. أنا بس أريد أتوقف مع هذا الهدف يمكن اللي الآن أحرزه هذا اللاعب اللي كنت أتحدث عنه قبل شوية اللي راح يكون في أكاديمية مانشستر. نعم نعم. وهذه طبعا بس أستاذ سعيد علي الهنداسي. علي الهنداسي. وهذا الولد بالمناسبة يعني جدا متميز ومستوى جدا عالي، وهذه فرحة يمكن أبناء الأكاديمية بعد حصولهم على تتويج أو تتويجهم بكأس البرونز في هذه المرحلة اللي هي 2005-2006، وهذه بعض المباريات يمكن اللي خاضوها. نعم هذه مباراة فيرونا الإيطالي، هذه أيضا هنا الصورة الجماعية كمجموعة. نعم. هذه نعم. بعض المباريات اللي لعبناها في هنا في المحلية في 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 بالضبط في نعم. إحدى الأكاديميات اللي في السلطنة. بسبب ضيق الوقت أستاذ سعيد كسؤال أخير، هل هناك يعني نرجع لمحورنا السابق عن المواقف الإنسانية وغيرها، هل هناك مثلا موقف إنساني مر عليك أنت شخصيا من خلال المشاركين مثلا من خلال هذه الفئة كسؤال أخير؟ شكرا لك أخي أيمن. أنا حقيقة يمكن المنظر اللي يجب أن أتحدث عنه هو هنا في أحد من الأبناء يمكن ظهر الآن نعم. وأعتقد أنه نجم قادم بإذن الله، وكان يمكن مؤثر لي. كنا في يوم من الأيام طالبين الآباء نعم. حضور أولياء الأمور، فكان أحد المدربين جزاه الله الخير يدفع أحد الطلبة يقول له يعني أنت ليش واقف، وين ولي أمرك يعني. فيمكن وضعنا في موقف، قال كابتن أنا يتيم. فكان منظر يمكن لي شخصيا تقشعر له الأبدان وتدمع له العين يعني. ولكن نحن دائما نقول لمثل هذه الأولاد مهما فقدتم أباكم فهناك أباء موجودين أكيد. موجودين نعم. يحتضنوكم ودائما أمام مواهبكم إن شاء الله داعمين. سعيد جدا بحديثك أستاذ سعيد بن صالح البلوشي رئيس أكاديمية الفود الرياضية، سعيدين بحضورك اليوم في برنامج الحدث، وكل التوفيق إن شاء الله لكم في الأكاديمية في المشاركة القادمة بإذن الله تعالى. أخوي العزيز أيمن إن شاء الله بإذن الله تعالى أن احنا نستطيع أن نمثل إن الوطن خير تمثيل بإذن الله تعالى، وأن نكون سفراء لعمان في الكويت بإذن الله تعالى. بلا شك. ونسأل الله لكم التوفيق. بلا شك، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وأنتم خير السفراء لهذا الموضوع. إذن مشاهدينا الأحبة نذهب بكم إلى محطتنا العالمية، وفيها تأهل أو احتضان ملعب خليفة بن زايد في مدينة العين الإماراتية اليوم، مواجهة مصيرية للمنتخب السوري مع نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019. قدم المنتخب السوري مستوى مخيب في أول جولتين له، حيث تعادل سلبيا مع فلسطين وخسر بهدفين دون رد أمام الأردن. نتابع. من أجل تسطير الأمجاد ورفع راية النصر في محفل كروي كبير لا يتكرر كثيرا، قد تتغير به الكثير من الموازين على مستوى النتائج والطموح. تدخل الفرق العربية اليوم بطموح وآمال كبيرة لرفع أوطانها والذهاب بعيدا في الاستحقاق القاري الكبير الذي ينشده القاصي والداني. على ملعب استاد خليفة بن زايد بالعين يدخل نسور قاسيون معتركا صعبا في مهمة معقدة عندما تواجه أستراليا حاملة اللقب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، حيث تمني الجماهير السورية النفس بتحقيق فريقها الفوز والابتعاد عن الحسابات المعقدة في تأهل أفضل أربع منتخبات من المركز الثالث. كتيبة المدرب الوطني فجر إبراهيم تعلم صعوبة المباراة المفصلية مع الكنغارو
الأسترالي الذي يسعى لحسم تأهله للدور الثاني ومصالحة جماهيره التي أبدت عدم رضاها بما قدمه اللاعبين في المواجهة الأولى بخروجه بخسارة مفاجئة أمام الأردن وبهدف وحيد، وتحسين الصورة بفوزها الكبير على فلسطين بثلاثية نظيفة. عمر السومة ورفاق أصحاب الخبرات العالية يأملون بكسر حالة الصيام عن التهديف والوصول للأدوار الإقصائية، فكل الثقل سيكون على كاهل اللاعبين لحصد النقطة الرابعة في الترتيب، والتي ستضعه بشكل مباشر ضمن صفة الكبار بدور 16. فمن يا ترى من لاعب النسور سيرسم الفرحة في الوسط الرياضي السوري وكسب بطاقة العبور، وربما تكون بارقة أمل منتظرة للوصول بعيدا في المعترك الآسيوي. وفي لقاء لا يقل أهمية عن لقاء أستراليا وسوريا، يلتقي منتخب فلسطين بنظيره الأردني في مهمة معقدة للفدائيين الذين يبحثون عن انتصار أول يدون في سجلات تاريخ بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم. الكثير من الفرق دخلت أجواء الكأس الآسيوية بعيدا عن أضواء الإعلام والترشيحات والتوقعات، وهذا ما كان من الأردن الذي مثل الحصان الأسود في دور المجموعات حين أطاح بحامل اللقب ونجح من تجاوز جاره السوري بأقل الجهد والأضرار بقيادة المدرسة البلجيكية التي تعيش عصرها الذهبي على كل المستويات. الأردن بقيادة البلجيكي فيتال تقدم كرة قدم حديثة أنعشت مدرجات البطولة بحماس غاب عن الكثير من المواجهات، وجعلت الشعب الأردني يدخل دائرة اليقين بفريقه ولاعبيه وأنهم قادرون على الذهاب بعيدا وكسر نحس البطولة التي طالما عاندت الأردنيين. هذه المرة الخصم هو الجار فلسطين الذي يبحث عن إنجاز في ثاني تواجد قاري. مباراة لن تكون سهلة، فالدربيات الشامية دائما ما تكون حماسية ويغلبها الأداء القوي والرغبة في حسم حوار كروي بين الجارين. الأردن حسمت تأهلها ولا تلعب بلغة الحسابات، فهي متأهلة مهما كانت نتائج الآخرين ومتشبثة بالقمة رغم كل التقلبات. على الجانب الآخر، فلسطين بقيادة نور الدين الولد علي تدرك بأن الأوان لم يفت، فنقطة أمام سوريا تجعل باب الاحتمالات مفتوح والتذكرة تظل حائرة. فالجار سوريا يواجه أستراليا في مباراة تميل كفتها للكنغر الأسترالي، وبالتالي فإن الفوز على الجار يعني 4 نقاط كفيلة ببلوغ الدور القادم كأفضل ثالث على أقل تقدير، وهو ما سيرفع من وتيرة المواجهة العاصفة بين الجارين، بالرغم أن الطموحات متباينة بين فريق ضمن مواصلة المشوار وآخر حظوظه معلقة على كف عفريت. فيا ترى هل تنجح فلسطين من حل المعادلة الصعبة ومفاجأة الجميع، أم أن الجار سيقسو على جاره ويبعده خارج أسوار البطولة؟ وهل ستشهد أمسية اليوم مودع آخر يرافق المنتخب الهندي للمطار؟ كلها تساؤلات إجابتها ستكون حاضرة في 90 دقيقة من نار. إذن مشاهدينا الأحبة، كل التوفيق للمنتخبات العربية الثلاثة في هذه المواجهات لهذا اليوم. نذهب بكم إلى محطة أخرى نتعرف من خلالها على أبرز التغريدات لهذا اليوم، ومع التغريدة الأولى من حساب الاتحاد العماني لكرة القدم ولقاء سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني باللاعبين وأيضا بالمدرب بيم فيربك، وعدهم بمكافآت في حال تحقيق الفوز في اللقاء الأخير والعبور لدور 16. كل التوفيق نأمله لمنتخبنا الوطني في هذه المواجهات، نقطة فقط وهدف وحيد كفيل بالتأهل الدوري 16 كأفضل ثالث في المجموعة. أيضا من حساب الاتحاد في تغريدة بعثت المنتخب تحتفي باللاعب محمود مبروك في يوم ميلاده بحضور الجهازين الفني والإداري، ونتمنى له وزملائه بالعمر المديد مزيد من التألق والعطاء الكبير في أرضية الميدان. الذكرى العمانية عبر حسابهم بتويتر الحديث عن الحكم الدولي أحمد الكاف يقود لقاء اليمن فيتنام يوم الأربعاء، هذا الثلاثي الجميل الرائع المميز، السفير لعمان يقدم عطاءات كبيرة في أرضية الميدان بقيادة أحمد
الكاف أبو بكر العمري، أيضا راشد الغيثي، كل التوفيق لهم في مباراة فيتنام واليمن. أحمد كانوا عبر حسابه الرسمي بتويتر يقول: شكرا لجماهيرنا الوفية على هذا الدعم الكبير، شكرا من القلب، وبإذن الله القادم أفضل. ونحن أيضا بدورنا نقول شكرا فعلا للجماهير التي حضرت وتحضر وستحضر أيضا في مواجهة أوزباكستان. هذه كانت أبرز التغريدات. ننتقل بكم إلى فقرة نجم، حيث نسلط الضوء اليوم على أحد النجوم أو أفضل المهاجمين الذين أنجبتهم الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة، والذي لا زال يبهر القارة الصفراء بالعروض الفنية الرائعة. نتابع من هذا النجم من خلال هذا التقرير. علي مبخوت هو نجم إماراتي لمع منذ سنين، هو اسم صنع للإمارات مجدا، هو هداف فرض نفسه في خانة الإنجازات فسطع في فضاء النجومية، ولا يزال ينتظر منه الكثير في هذه البطولة القارية التي تحتضنها الإمارات. مبخوت أحرز بالأمس هدفا في شباك تايلاند، وبات يقف على بعد 7 أهداف فقط من معادلة الرقم التاريخي من الأهداف الذي يعتلي به الإيراني علي دائي قائمة أفضل الهدافين التاريخيين للبطولة القارية. ميزة القناص هي صفة التصقت بمبخوت منذ بداية مسيرته الاحترافية، بعد أن توج بلقب هداف كأس خليج 22 في السعودية وهداف كأس آسيا 2015 في استراليا، كما اقتنص لقب الهداف التاريخي للجزيرة بعدما تخطى 100 هدف. ومن فقرة نجم إلى فقرة الدهشة، حيث نظم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسية يوم أمس الاثنين في البيت الأبيض لتكريم فريق كليمسون لفوزه بلقب بطولة الجامعات الأمريكية لكرة القدم هناك. دونالد ترامب ذكر أنه أجبر بسبب الإغلاق الجزئي لبعض الإدارات الفيدرالية على أن يشتري شطائر الهامبرجر من متاجر الوجبات السريعة لتقديمها كوجبة عشاء للزوار. هذه ثاني زيارة لفريق كليمسون تايجرز للبيت الأبيض منذ أن تولى دونالد ترامب منصب الرئيس، فقد زاره شهر يونيو عام 2017 بعد فوزه بلقب البطولة الماضية. كان مدرب فريق كليمسون المدعى دابو سويني قد تم اختياره كأفضل مدرب في تاريخ بطولة الجامعات. لمسة طيبة من رئيس بحجم رئيس أمريكا أن أيضا يستضيف فريق بحجم أيضا كليمسون ويعزمه لوجبة عشاء. So I don't know, but you'll do as good, right? You'll do as good. But so I had a choice. Do we have no food for you? Because we have a shutdown. Or do we give you some little quick salads that the first lady will make along with the second lady? They'll make some salads. And I said, you guys aren't into salads. Or do I go out, Lindsey Graham and Tim Scott, do I go out and send out for about 1,000? إن هذا كان تصريح دونالد ترامب أثناء وجبة العشاء، ولمسة ولفتة طيبة أيضا من هذا الرئيس. وصلنا بكم إلى محطة عدسة الحدث، نتابع أبرز ما التقطته عدسات المصورين لهذا اليوم. وصلنا بكم أيها الأحبة إلى الختام، وفي الختام نشكركم على كرم وطيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم بعافية، في أمان الله.